بس كل فترة بنسمع خبر عن مشاكل وخلافات بين الفنانين بتتحول للقضاء أو بيواجهوا قضايا بيحكي فيها الإعلام، مثل ما صار بقضية مريهان حسين اللي انتشرت أخبار بتقول أنه تم الحكم عليها بالحبس 2 و6 أشهر وبكفالة مالية 30,000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف. صار في كثير لغط حول هذه القصة على السوشيال ميديا، فنزلت مريهان فيديو على صفحتها في إنستغرام عشان توضح للناس الحكم، وترندين قبلها حصريا عشان نعرف التفاصيل. أنا كنت قاعدة عادي جدا، يعني مفيش أي حاجة، أنا كنت عارفة المعلومة، يعني عارفة الحكم، فطبعا أنا حبيت أوضح للناس إن أنا الحمد لله يعني كويسة. وكمان بالمناسبة عايز أشكر كل الناس اللي سألوا عليا، لأن في ناس كتير جدا اتخضوا وناس كتير جدا كلموني وبجد بشكرهم يعني. فخبر حبسها صار ترند على السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية تداولت الخبر بشكل سريع دون ذكر باقي التفاصيل. بس في صحفيين تانيين بيبقى مهم قوي عندهم يعملوا ترندنج ويعملوا ضجة بعنوان، فممكن يأذوا بيه الشخص نفسه، فده اللي حصل معايا. بيتكتب حبس الفنانة مريهان حسين، فالناس كلها اتخضت، الناس كلها قرت الخبر، الخبر نفسه مش كده وخلاص ونقطة على السطر. فالحكم هو ابتدائي ومش نهائي، وهي قدمت استئناف وسينظر فيه مجددا بجلسة ستعقد ب 2 ديسمبر المقبل. عارفة الحكم وعارفة ان ده لسه ابتدائي، يعني مش حكم نهائي، ومش هو ده الموضوع، ما خلصش كده، دي مرحلة من مراحل القضية. يعني معروف ان القضايا بيبقى ليها كذا مرحلة، فدي يا دوب اول مرحلة. وصارت القضية معروفة اعلاميا بكمين الهرم، وبتعود لعام 2016 لما توقفت مريهان حسين خلال قيادتها السيارة، ونقال إنها كانت تحت تأثير المسكر، وهالشي أدى وبحسب الأخبار إلى شجار بينها وبين أفراد الشرطة، ونحكى إنه مريهان اتعدت عليهم بالسب والقذف، وبوقتها انتشر فيديو بيوثق هالحادثة. ومن بعدها توقفت مريهان ورجعت خرجت بكفالة مالية، وأول ظهور لها بوقتها كان مع وائل الإبراشي. الموضوع نفسه أو المشكلة نفسها هي دلوقتي في الدنيا النيابة، وأنا واثقة في الحكم إن شاء الله.